بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي جمعة الثالثة ثانوي علوم تجريبية تقني رياضي ورياضي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بحل هذه المسألة اللوغاريتمية الرائعة والشاملة التي تتضمن القيمة المطلقة والمناقشة البيانية الدورانية والتكامل بالتجزئة وحساب المساحات فالأول ولادي وبناتي ما أنصحكم إلا بهذا الكتاب الإصدار الرابع راه فيه مواضيع مقترحة من هذا النوع أما الأمر الآخر جمع كراس وقلم وليدي وبنتي ما تقوليش الفيديو طويل لان راه في افكار تنفعك حيث قال ان اف داله عدديه معرفه على ار ما عدا ناقص واحد وواحد بالعباره اف لاكس تساوي اثنين على ثلاثة اكس زائد لوغاريتم القيمه المطلقه لاكس ناقص واحد على اكس زائد واحد سي اف تمثيلها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامل متجانس او اي جي قال الوحده هي السنتيمتر قال بين ان المنحنى المنحنى سي اف متناظر بالنسبه الى المبدا او انتبه مليح ثانيا قال احسب نهايه الداله عند زائد ما لا نهايه عند الواحد ثم استنتج النهايه عند نهايه الداله عند ناقص ما لا نهايه وناقص واحد باء قال استنتج ان سي اف يقبل مستقيما مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب بين ان ثالثا بين ان من اجل كل عدد حقيقي اكس يختلف عن الواحد والناقص واحد ان المشتقه تساوي 2 على 3 في اكس مربع زائد 2 على اكس مربع ناقص واحد با قال استنتج اتجاه تغير الداله اف ثم شكل جدول تغيراتها رابعا قال بين ان مستقيم دالتا ذو المعادله ي يساوي اثنين على ثلاثة اكس مقارب مائل لسي سي اف عند ناقص وزيد ما لا نهايه ثم ادرس وضعيه سي اف بالنسبه لهذا المستقيم خامسا الف قال بين ان سي اف يقبل نقطه انعطاف يطلب تعيين احداثيها باقل اكتب معادله للمماس تي عند النقطه او اللي هو المبدا سادسا قال بين ان سي اف يقطع اكس اكس فتحه يعني حامل محور فواصل في ثلاث نقاط ا و او بي حيث فاصلة أ هي ألفا مع ألفا محصور بين 1.8 و 1.9 يعني مبرهنة قيمة متوسطة والنقطة بي فاصلتها بيتا يطلب تعين حصر لها، هذا بيتا. قال سابعا أرسم دلتا تي سي اف، ثامنا قال ناقش بين حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد حلول المعادلة، اثنين ناقص ثلاثة إم في إكس ناقص ثلاثة في ألان، قيمة مطلقة لإكس زائد واحد على إكس ناقص واحد يساوي صفر. هنا شوفوا راه عندنا اكس ناقص واحد في البسط وهنا عندنا اكس ناقص واحد في المقام عندنا تاسعا قال الف باستعمال مكاملة بالتجزئة احسب التكامل اي الذي هو من واحد آه مثنين تي الان اكس زائد واحد تفاضل اكس وجي اللي هو من الان اكس ناقص واحد تفاضل اكس باقى احسب بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز المستوي المحدد بسي اف والمستقيم دالتا والمستقيم اللذين معادلتيهما اكس يساوي اثنين و واكس يساوي 3 يعني مساله جد رائعه لكن نحب ولادي وبناتي يتبعوني مليح مليح الا انه هنا كنا ناسين معادله المماس زدناها وننتبهوا مليح مليح فرديه شفتوا كيف اذا الف اذا واحد التبيان ان سي اف متناظر بالنسبه الى المبدا الذي هو او نقول هذا ماذا معناه البرهان ان الداله اف كيف هي فرديه هذا هو يعني بدلنا الصيغه تاع السؤال ان التلاميذ جلهم الطلبه والف غير فرديه لكن يقدر يبدل لك الصيغه السؤال وتفهموش وما راح تجاوب اصلا وجل الاسئله ما راح تجاوب عليهم اللي بعدها صح نقول اولا إكس ينتمي الى دي اف مع ناقص إكس كذلك ينتمي الى دي اف حيث ما معناها إكس ينتمي لدي اف وناقص إكس؟ يعني الصفر مركز تناظر مجموعة التعريف هذه وصح لو كان نشوفوا راهي من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد من ناقص واحد للواحد اتحاد من واحد لزايد ما لا لو نجي نشوف لدي راح نسيبو الصفر هنا في الوسط ها هو هنا. كلش راه متناظر بالنسبه الى الصفر بحيث الان ننطلق ونحسب لاحظوا معايا لكن راه هنا عده افكار ننطلقو ب اف لناقص اكس تساوي عوضوا هنا بناقص اكس وهنا بناقص اكس هنا ناقص اكس هنا ناقص اكس صبحنا ماذا صبحنا ناقص اثنين على ثلاثة إكس زائد الآن ناقص إكس آه ناقص واحد على ناقص إكس زائد واحد هكذا يا أستاذ ما فهمتش عوض هنا بالناقص واحد بالناقص إكس هنا بالناقص هنا بالناقص وهنا بالناقص تخرج لكم هكذا صح لكن عندنا واحد القاعدة تقول يجوز ضرب كسر في نفس العدد الفوق والتحت ما عدا نضرب في الصفر والتحت الصفر لا 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 يجوز صح اضرب هنا في ناقص واحد وهنا في ناقص واحد صبح لنا تساوي لنا ناقص اثنين على ثلاثة إكس زائد ألان هنا بالقيمة المطلقة دائما اضرب هنا في ناقص صبح لنا إكس زائد واحد اضرب هنا في ناقص صبح لي إكس ناقص واحد هل هي ناقص إف إكس مازال. عندنا خاصية تفكروها مليح ألان أ على ب تساوي لنا ناقص ألان ب على أ تذكروها مليح واللي يساهي يكتبها بالاحمر عنده سما هذه دركا نقدروا نقلبوها وتولي هنا بالناقص اصبح لنا تساوي لنا ناقص اثنين على ثلاثة اكس ناقص الان هذا ينقلب يولي لنا اكس ناقص واحد وهنا اكس زائد واحد نخرج ناقص منه ناقص من تصبح لي ناقص اثنين على ثلاثة اكس زائد الان قيمه مطلقه لاكس ناقص واحد على اكس زائد واحد وهذه تساوي لنا ناقص اف لي اكس ها وصلنا نقول ومنه اف دالة كيف هي فردية اي سي اف متناظر بالنسبة الى المبدأ او عاود الفكرة واحدة نصيحة لك ديري بوز للفيديو وعاودي الفكره وحدك بعد تعلمي هذا الشيء وليدي وبنتي خلاص اذا الداله اش اصبحت داله فرديه خلاص اذا استنتجنا استنتجنا انه اف لي ناقص اكس يساوي ناقص اف لي اكس اتذكروها صح بعد ما انهينا الان من السؤال الاول ناتي الان بعدها الى السؤال الثاني قال احسب النهايات صح حساب ننطلق النهايه الاولى اللي هي ليميت اف ل اكس لما الاكس يؤول الزائد بلا نهايه تصبح انها تساوي لنا ليميت 2 على 3 زائد عفوا اكس زائد الان قيمه مطلقه ل اكس ناقص 1 على قيمه مطلقه ل اكس زائد 1 لما الاكس يؤول الزائد بلا نهايه حنا ما تخافوش راهي كيما هنا لداخل راهي دالة التناظرية الدالة التناظرية كما تعرفوا اللي هي ليميت إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد لما الإكس يروح للزايد ما لا نهاية هذه تدي أكبر حد على أكبر حد راح تعطينا واحد أكبر حد على أكبر حد تولي لنا هنا الداخل تولي واحد ألان واحد شحال صفر سما هذه كامل راحت صفر عوضوا لهنا بالزايد ما لا نهاية راح تعطينا مباشرة زايد ما لا نهاية واضح عاود أستاذ هذه تعطيكم اكبر حد على اكبر حد تعطينا واحد الآن واحد شحال صفر تسمى هاي راحت خلاص تسمى هذه تروح لصفر تبقى لي هذه الان نروح الان عند الواحد بقيم كبرى وصغرى تصبح لي ليميت اف لاكس لي لما الاكس يؤول الى الواحد بقيم صغرى تساوي لنا ليميت 2 على 3 اكس زائد الان اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد قلنا الاكس يؤول الى الواحد بقيم صغرى وكبرى هنا قلناها الى الواحد لكن تتفصل بقيم كبرى وصغرى هنا يا مش راح تاثر هنا راح نتاثروا هنا عوضوا لي درك ولادي نروحوا للمسوده عوضوا لي هنا بالواحد ترجع لكم هكذا الان واحد ناقص واحد على واحد زائد واحد راح ترجع لنا الان صفر على من على اثنين لكن صفر على اثنين راح تعطينا صفر آه حنا الآن صفر ما عندناش أين حدث المشكل حدث في البسط نروح ندير جدول الإشارة تاع البسط تبعوا معايا بتعلموا اللي هو إكس ناقص واحد ينعدم يعني عند الواحد عفوا نفس اكس نحن بقيم صغرى شوفوا ولادي بتعلموا بقيم صغرى ها الواحد هاي قيم صغرى هي صفر ناقص الآن صفر ناقص ماكاش قيمة مطلقة شترجعوا. آه، ترجعوا القيمة المطلقة أي ناقص ترجعوا زائد الآن صفر زائد معروفة أنها ناقص ما لا نهائي خلاص هذه كي تعوضوا راح تعطيكم آلان صفر ناقص بالقيمة المطلقة ترجع آلان صفر زايد آلان صفر زايد مشهورة هي ناقص ما لا نهائي الآن نروح بنفس الخطة اللي هي ليميت اف لاكس لما الاكس يؤول الى الواحد بقيم كبرى كيف كيف تعطينا شوفوا واحد ناقص واحد تعطينا صفر تعطينا هكا صفر على اثنين صفر على اثنين هو صفر لكن بقيم كبرى حتعطي هكذا انا زيرو بلس هي ناقص ما لا نهاية فقط كملنا هذا مك هو قال لي حسب ما قال ليش برهن ولا انا له النهاية التوع. الباقي الاشياء نديرهم في المسودة عندي صح بعد ما انهينا الان من هذا السؤال وحاولوا تعلموها وحدكم نجو الان الى السؤال اللي بعده استنتج اه هنا الاستنتاج لو كان ما تكونش جاوبت على هذا السؤال ما تقدرش تجاوب على هذا تستنتج كون تروح تحسب ما يعطي لك لان انا قلت استنتج صح استنتاج ونبداو عندنا لاحظوا معايا مليح شوف واش عندي عندي واحد العلاقه هاي بي. نقول لدينا انه اف لناقص اكس تساوي لنا ناقص اف لاكس خلاص برهناه واش رايكم لو كان نضرب منا في ناقص ومنا في ناقص شو ترجع تبعوا معايا ترجع لنا هكذا اف لي اكس تساوي لنا ناقص اف لناقص ناقص اكس ما فهمتش استاذ هاي العلاقه اللي برهناها اضرب هنا في ناقص وهنا في ناقص تخرجوا لهذه درك دخلوا منا لا ليميت ومنا لا ليميت شفتوا الفكره كيف اصبح لي هكذا ليميت راه جات في باك 2018 اللي لل كاين كثير ما عرفوش يجاوبوا عليها هذه الفكره نستغلوها في الداله الزوجيه والفرديه اصبح لنا ليميت اف ل اكس تساوي لنا ليميت ناقص اف لناقص اكس لما الاكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه ولما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه ها ليكم عند الناقص ما لا نهايه صح دخل لا ليميت من ولا ليميت من هاهي ليكم لكم اروح هنا صبح هيعط... ولادي هنا صباح تركيب الدوال هذه البنت عيط هذه ولادي ربما ما تقلقوش هذه عطوها هنا شتصبح لكم صبحنا تساوي لنا ليميت ناقص اف لي اكس شوفوا معايا باش تتعلموه هذه مدوها له الناقص مع الناقص بحنا زايد شو اش راح يكتب هنا الاستاذ اكس يا لي زايد من هنا عاود يا استاذ النهايه في الاول عطوها لهذا البنت النهايه اللي عطيتها لكم كي تعوض هنا الناقص مع الناقص تعطيك زايد من القيمه اللي عطاتها لك هنا هي اللي تبدا تروح لها هذه شوفوا اش راح يكتب الاستاذ رك ناقص خلوها راي خلاص ما تقلقش هذه ناقص اكس اي راحت تبدا اكس لكن كان اكس وين عند النقص ماني كي عوضنا هنا شحال راح راح زيد ماني هو اللي نحطوه هنا يعني النهايه في الاول تعطوها للبنت الناتجه اللي عطاتها لكم البنت تروح لها الام تصبح هنا تساوي شوفوا معايا هنا عند زيد ملانية شحال راي تساوي لكم هنا شحال تساوي لكم ها عند زيد ملانية تساوي زيد ملانية والناقص تاع برا ناقص نصحك عاود الفكره نروحو كذلك الان الى ليميت اف لـ اكس لما الاكس يؤول الى ناقص واحد بقيم صغرى سبحانه انها تساوي لنا ليميت ناقص اف لناقص اكس لما الاكس يؤول الى ناقص واحد بقيم صغرى يساوي اه نحب ولادي هنا ركزوا شويه هذا دروك كي نمدوه هنا الناقص مع الناقص واش يرجع يرجع واحد سبحانه لنا ليميت ناقص اف لـ لما الاكس يؤول الى شوفوا نوصيكم كي تعوضوا هذه دروك هنا شحال تعطيكم تعطيكم واحد تولي لنا هنا واحد لكن لاحظوا راه ناقص اكس يعني كانما هذا هذا ضربناه في الناقص كانما هذه ثان ضربناها في ناقص المتباينه ولا دي الدور شوفوا كانت بقيم صغرى اصبح بقيم كبرى لان اكس تحولوا لناقص اكس ولا ناقص اكس تحولوا لاكس فتضرب الناقص في الناقص لما تضرب في الناقص المتباينه واش الدور واش يصير لها الدور اروحوا درك نروحوا عند الواحد بقيم كبرى شوف شعلاقاتنا بقيم كبرى تاع الاف عطاتنا ناقص ما نهايه والناقص تاع برا يعطينا زائد مالانهايه نهايه برافو نروحوا لنفس الخطه الان الى ليميت اف لي اكس لما الاكس يؤول الى ناقص واحد بقيم كبرى اصبح انها تساوي لنا ليميت ا عفوا ناقص اف لناقص اكس لما الاكس يؤول الى ناقص واحد بقيم كبرى اصبح انها تساوي لنا ليميت ناقص اف لاكس لما الاكس يؤول الى هذه قالنا الاستاذ نحطوها هنا هي اللي تروح هنا تصبح هنا الواحد لكن راهي ناقص اكس بات تحول اكس تحول هذا اكس ضربناها في الناقص شي صار المتباين الدور هذوما الافكار اللي نحبكم تتعلموهم منا ان والفت تحلو التمارين عاديه لكن لازم تحل تمارين فيها افكار جديدة بتتميز تتميز بهذه الاشياء لان في الباكالوريا كل مره يجيبوا فكره جديده لازم تكون شايفها من قبل اذا هنايا خرجت لنا هذه بقيم صغرى ها بقيم صغرى بقيم صغرى عند الواحد خرجت لنا ناقص ما لا نهاية والناقص اللي راه قبل تعطينا زايد ما لا نهاية عاودوا الفكرة عاودوها يا تحبوا الأستاذ نور الدين هذا السما خدمنا هنا بالتركيب مع استغلال الدالة فردية ثم قال لي استنتج ب نقول سي اف يقبل ماذا مستقيمين مقاربين عموديين لهما ها مو اللي هما شاقوليين مقاربين موازين لحمل محور التراتيب يعني عموديين معادلتيهما اكس يساوي لنا واحد عفوا اكس يساوي واحد و اكس يساوي ناقص واحد على ان النهايات رانا لقيناهم عند الواحد لقينا ما لا نهايه وعند الناقص واحد ما لا نهايه التفسير الهندسي تاع لما نحسبوا النهايات عند المال عند الاعداد ونصيبها ما لا نهايه ان المنحنى يقبل مستقيمات مقاربه موازيه لحاملات محور التراتيب اكس يساوي لنا واحد و اكس يساوي لنا ناقص واحد هما المعادلات التحر باش تفهموا مليح صح تذكروا النهايات مليح مليح كيف واش صب لقينا لقينا عند زيد ما زيد ما نهايه وعند الواحد بقيم صغرى وكبر لقينا نقص ما لا نهايه عند الناقص ما لقينا ناقص ما لا نهايه وعند العدد ناقص واحد لقيناها زايد مثلا شفاو عليها وكتبوا عندكم باه نزيدو نتقدمو صح بعد ما انهينا الان من حساب النهايات وراكم تشوفوا يعني النهايات هي بطريقه رائعه نجيو الان ولادي إلى لو دائما الداله باللي راهي فرديه قال لي آه ثلاثة ألف بين بالمشتق المشتق اذا التبيان انه من اجل x لا يساوي لنا واحد و x لا يساوي لنا ناقص واحد أن ماذا؟ أن أف فتحة ل x تساوي لنا اثنين على ثلاثة في إكس مربع زائد اثنين على إكس مربع عفوا إكس مربع ناقص واحد تبعوا معنا قولتي ما تخافوا مول الأمر راه جد بسيط صح نبدأ إذا نقول f قابله للاشتقاق على مجال من ناقص ما لا نهاية الناقص واحد ومن ناقص واحد الواحد ومن واحد الزايد ما لا نهاية حيث دلتها المشتقة تصبح اف فتحة لإكس يساوي هاي الدالة عندكم هذاك اشتقوه تعطيكم ثنين على ثلاثة خلاص سهل زايد شو نوصي ولادي مليح كاين جماعه ربما راهم كيشوفوا القيمه المطلقه من اللي يقلع عقله راه يخدم وليدي وبنتي راه خايفه ما تخافها في المشتقه قيمه مطلقه هذه تروح بالتعدى اللوغاريتميه ما كي تكون ماشي تكون برا كي تكون لداخل كي تجي تشتق تروح ما يصرا والو بصح تبعوا معايا أصبحنا مشتق الداله اللوغاريتميه راني نشوف كثير منكم مازال يقول لي واحد على اكس غير البارح الطلبه عندي قال لي واحد على اكس هذا واحد على اكس تاع الان بصح حنا الداله راهي معقده مشتق ما بداخل الان على الذي بداخل الان يعني ما بداخل الآلام هكذا مشتق ما بداخل الآلام على الذي بداخل الآلام نحفظ الحاجات جماعة بل... كما يقولون سليمة ما نحافظوش هكذا وخلاص مشتق ما بداخل الآلام على ما داخل الآلام صبحنا تساوي لنا اثنين على ثلاثة زائد مشتق هذاك مشتق البسط مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع رانا نحكو على هذا على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد ها هي جماعة بتتعلموا معنا مليح مليح هذا الكسر ها رمز تاع مشتق ما بداخل الان بالداخل مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع السما تصبح لنا هكذا وهنا تصبح لنا هكذا وهنا تصبح لنا هكذا هذا مع هذا يروح ترجع لي مباشرة اثنين على اكس زائد واحد مربع الكل على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد كسر على كسر الاول يبقى والدوزيام ينقلب صبحنا اثنين على اكس زائد واحد مربع في إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد، هذا مع هذا يروح، أنا راي في، واش ترجع لنا؟ سمحولي هنا، سمحولي رانا نسينا إثنين على ثلاثة، سمحولي، إثنين على ثلاثة، هذه رانا نسينا الزايد هذه خلاص، ترجع لنا هنا هكذا، ترجع لي هنا واحد، وهنا راح ترجع لنا إكس زائد واحد. البسط في البسط والمقام في المقام اكس زائد واحد في اكس ناقص واحد راح تعطينا اكس ناقص واحد الكل مربع صبح لنا اف فتحة على اكس واش صبح لنا صبح اثنين على ثلاثة زائد اثنين على اكس مربع ناقص واحد الكثير منكم يقول وصلنا لا لا ما وصلناش لان راه في نزيدو نوحدو المقامات المقام المشترك هو هذا في ذا هذا في ذا وهذا في ذا صبح تساوي لنا اثنين اكس مربع هذا في ذا ثم هذا في ذا ناقص اثنين ثم عندي هذا في ذا زائد ستة على من على ثلاثة في إكس مربع ناقص واحد هذا مع هذا راح تعطي أربعة نخرج اثنين واثنين وثلاثة من تحت تصبح لي اثنين على ثلاثة في إكس مربع زائد اثنين, علاما خرج اثنين مننا واثنين مننا على من هاني خرجت اثنين منا على إكس مربع ناقص واحد وهاي لكم خرجت البارح الطلبه عندي جلهم هم ما خرجوهاش نوصيكم عاودوا الفكره عندكم عاودوا الفكره حتى وين ما توصل المشتقه الا كان هذه ما خرجتهاش واش راح نقولوا على الاسئله اللي مازال صاحيتو خلاص كملنا المشتقه تاعنا عاودها عاوديها عاوديها لا بغات عاوديها خمس مرات المهم لازم تلقى المشتقه كما راهو طالبها منك صح نجول هذه الان الى استنتاج اتجاه التغير استنتاج اتجاه تغير اف هنا راح ندرس اشاره المشتقه هذا موجب هذا موجب هذا موجب اسم المقام هو الوحيد المسؤول شكون هو المقام ها هو هنا المقام اكس مربع ناقص واحد تنعدم عند الواحد والناقص واحد عباره من الدرجه الثانيه نفس عكس سموش نقول عدالة لا. نقول هكذا الدالة اف متزايدة تماما على من؟ من ناقص ما لا نهاية الناقص واحد مفتوح ومن واحد زايد ما لا نهاية واتحاد رانا قلنا ألف مرة الاتحاد ممنوع في اتجاه التغير تذكر المجالات كما عطيت ومتناقصة تماما على من على المجال من ناقص واحد الواحد مفتوح لانها قيم ممنوعه السؤال اللي جاء بعده جدول التغيرات انجو هنايا نديرو جدول تغيرات اف جدول تغيرات اف جدول التغيرات كما تعرفوا لدي هو ملخص كامل الاعمال اللي درناها اكس ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ناقص واحد راهي قيمه عصر واحكم قيمه ممنوعه والواحد كذلك راهي قيمة ممنوعة هنا يا اف فتحة لي اكس وهنا اف لي اكس قلنا زايد زايد ناقص هاي لكم هكذا صح نطلع نهبط نطلع عاود رجعوا جماعة اللي راه يكتب قلنا نهاية لقينا هنا لكم متذكرين زايد ما لا نهاية لقينا هنا ناقص ما لا نهاية لقينا هنا ناقص ما لا نهاية لقينا هنا زايد ما لا نهاية ولقينا هنا زايد ما لا نهاية ولقينا هنا ناقص ما لا نهاية عاود رجع الفيديو راهم كانوا مكتوبين والافضل لو كان راك تستعمل الكتابة لان الرياضيات قلت لكم الا ما تكتبش راك تعيي في راسك صح بعد ما انهينا الان من هذا السؤال جا السؤال الذي بعده قال بين بلي دلتا مستقيم مقارب مائل لسي اف البرهان أن دالتا مستقيم مقارب مائل لسي أف متى نقول على أن مستقيم مقارب نهاية الفرق لازم نسيبوها صفر أصبح لي ليميت اف لإكس لي اكس ناقص ي شوفوا رايح ندير القيمة المطلقة هذه رانا قاصدين بها لما تلقاوها رانا قاصدين بها عند الزيد والنقص ما لا نهاية أنه هو قال عند نقص وزيد ما لا نهاية صبحنا تساوي لنا ليميت اثنين على ثلاثة إكس زائد ألان إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد بقيمة مطلقة ناقص اثنين على ثلاثة إكس لما قيمة مطلقة تؤول إلى زائد ما لا نهاية شوفوا ولادي هذا مع هذا يروح هاي راحت عوض درك عند الما لا نهاية كما قلنا قبيلة أكبر حد على أكبر حد إكس على إكس هو واحد ألان واحد صفر هاي خرجت نقول على مستقيم مقارب أنه مقارب لمنحنى إذا كانت نهاية الفرق تساوي الصفر ومنه دالتا مستقيم مقارب مائل لسي إف عند ناقص وزيد ما لا نهاية خلاص باينة الآن ثم قلي أدرس الوضعية وضعية سي إف بالنسبة لدالتا هنا واش ندير ندرس إشارة الفرق ندرس إشارة الفرق اف ل x ناقص y على دي اف يعني لا ار ما عدا ناقص واحد والواحد واحد اه حنايا دروك كي نبداو نشوفو الفرق ها هو اف ل x ناقص y ها واش بقالي لدينا أنه f ل ناقص عطانا الان قيمة مطلقة ل x ناقص واحد على x زائد واحد هنا ولادي كيف ندير هنا نمد شرط أي طاحت هذه الفكرة مثلا في باك 2017 للعلمين أني شافي جلهم ما عرفوش يجاوبوا على هذا الوضعية إلا أنه التمرين ما كانتش فيه القيمة المطلقة هنا نقول يعني إذا كان مد واحد الشرط نقول إذا كان إذا كان الفرق التاعي اللي هو إف لإكس عفوا ولا نقول إذا كان هذه اللي هي آلان قيمة مطلقة لإكس ناقص واحد على إكس زائد واحد نديروها تساوي صفر أكبر أو تساوي صفر هذه واش قاصد بها الأستاذ رانا قاصدين الفرق موجب معناه كأنما قلنا إذا كان المنحنى يقع فوق دلتا ما معنى لي أن علاه هذا الفرق فرضناه موجب لو كان يكون موجب هذا واش يقصد يقصد باللي الفرق هذا كي يكون مجمعنا معناه التفسير البياني انه سي اف يقع فوق دالتا حنا قلنا اذا كان مديت شرط انا ونكمل معاه قلت مديت شرط وراح نكمل صح ندخل سي منا كي ندخل الاس الان تروح تصبح لي هكذا اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد اكبر او يساوي دخل السي منا صفر هي واحد برافو صحيتو نكمل الان الخدمه الان هذا وش يعني يعني انه اكس القيمه المطلقه لي إكس ناقص واحد على القيمة المطلقة لـ x زائد واحد أكبر أو تساوي ماذا؟ الواحد. صحيح أستاذ. الآن هذا واش يعني؟ إذا قلنا مثلا ثلاثة على اثنين كبيرة على واحد، هذا واش يعني؟ يعني أنه ثلاثة كبيرة على اثنين، هذه هي ها. هنا كذلك معناه أنه x ناقص واحد أكبر أو يساوي بالقيمة المطلقة على x زائد واحد. هذا الكلام ها شوف إذا كانت عبارة موجبة كبيرة على واحد معناه هذا هذا كبير على هذا هاي للتخلص من القيمة المطلقة واش ندير؟ صح نذكركم للتخلص من الجذر نربع للتخلص من القيمة المطلقة كذلك نربع ربعوا منا وربعوا منا تروح القيمة المطلقة كملوا النشر تاعكم شا تصبح لي؟ تصبح لي إكس مربع ناقص اثنين اكس زائد واحد اكبر او يساوي لنا اكس مربع زائد اثنين اكس زائد واحد نرجعوها متراجحه صفريه ترجع لي هذا مع هذا مع هذا مع هذا يروح وهذا قلنا يرجع من تسعه ترجع لي ناقص ربعه اكس اكبر من الصفر هنا عسر واحد مجموعة الجماعه كثير لاحظتهم حتى الطلبه عندي يغلطوا يجي يقول لي مباشره نقسم على ناقص ربعه لا يجوز في حل متراجحه دائما تتخلص من ناقص قبل نضربه هنا في ناقص صبح لي أربعة إكس أقل أو يساوي الصفر نقسم منه على أربعة ومن على أربعة يرجع لي إكس أقل أو يساوي لنا صفر أيوة والله ركاء الوضعية راهي بانت كيف ها أستاذ أروح يا ولادي هاي ليكم الوضعية إكس وهنايا عندنا إف لإكس ناقص إيكغيك هنايا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية هنايا الناقص واحد قلنا دائما الوضعية تدرس على دي اف او الواحد الفرق تاعنا وين راه ها هو اذا متى يكون هذا الفرق موجب شوف الشرط تاعي يكون هذا الفرق موجب اذا كان اكس صغير على صفر ها صفر وين راه جاي ها هو. هاي ليكم ها هو. اقل او يساوي يكون هذا الفرق موجب كلمة موجب معناها زايد إذا كنا من صفر نرجع للتحت يكون موجب سما اللي بقى سالب صعيب شوية بصح لازم نتعلم فهمت الفكرة كيف إذا هذا الفرق موجب إذا كان الإكس تاعي صغير على صفر سما اللي, اللي بقى كان هذا موجب اللي بقى سالب ثم نجي هنا ونكتب الوضعية الوضعية هنا سي اف يقع سي اف سي اف فوق دلتا هنايا كذلك فوق سي اف فوق أنتم كتبوا سي اف فوق هنايا سي اف يقطع دلتا هنايا سي اف تحت هنا قيمه ممنوعه وهنا سي اف تحت أنتم كتبوا سي اف تحت يقع تحت دلتا هكا تكون الاجابه نموذجيه انا غير لضيق المساحه وضحت لكم فقط لكن أنتم كتبوها سي اف يقع تحت خلاص كملنا مع الوضعيه تذكروا عليها من صفر لهكا يقع فوق فوق ومن صفر للفوق يقع تحت نجو الان اذا كملنا مع هذا السؤال تقريبا من اصعب الاسئله هنا في التم في التمرين هو هذه الوضعيه ان جايه فيها المشكل تاع القيمه المطلقه نزيدو الان نتقدمو الى السؤال اللي جوره قال لي بين بلي سي اف يقبل نقطه انعطاف متى نقول على منحنى أن يقبل نقطة انعطاف؟ إذا كانت المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها. أستاذ وين تقول المشتقة الأولى؟ المشتقة الأولى لو كان قال هنا استنتج، بصح كيقول بين، لازم تستعمل المبرهنة نتاعك. إذا رانا في خامسا البرهان أن سي إف يقبل نقطة انعطاف. آه نروح للمشتقه وين هي المشتقه تاعنا الاولى مشتقه نقول كذلك اف فتحه قابله للاشتقاق على المجالات تاعنا اللي موالفين نذكرهم ناقص ما لا نهايه ناقص واحد ناقص واحد واحد من واحد زائد ما لا نهايه حيث اف فتحتين لاكس تساوي استاذ اللي كتبتها أنا راح اشتقوا صح دائما نوصيكم كي يكون عندكم عدد في, المشت... في الدالة كي تجي تشتقوا لي تبع ما يروحش تبقى لنا اثنين على ثلاثة في مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع مشتق البسط هو اثنين إكس في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع ننشر أصبح اثنين على ثلاثة في المقام هو إكس مربع ناقص واحد مربع هنا ترجع لي اثنين إكس مكعب ناقص اثنين إكس ناقص اثنين إكس مكعب ناقص أربعة إكس هذا مع هذا يروح تبقى لي هنا شعال. ناقص إكس هذا موجب هذا موجب هذا هو المسؤول اذا تصبح لي هنا اكس هنا اف آه فتحتين لإكس عن من يعدم ناقص ستة اكس او بين يعدم عن صفر عايز تقول لي ستة ما هاو الاستاذ اكتبها ستة <applause> صفر نفس عكس هنايا ناقص ما لا نهاية وهنا زايد ما لا نهاية هل كملنا ولا مازال؟ مشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها هل المنحنى يقبل؟ نعم لا لا مازال علاه أستاذ مجموعة التعريف عصر وحكم دائم مجموعة التعريف تاعنا اللي هي ناقص واحد والواحد قيم ممنوعة لازم تحترمها أن ما تنسوش باللي هذه راهي تنعدم على ناقص واحد واحد سما لازم تدخلها في الحساب نقول ومنه سي اف يقبل نقطة انعطاف اللي هي شكون صفر اف لصفر صفر تطيح لنا شكون هي النقطة صفر عوضوا بصفر صفر 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 صف تعطينا آلا ناقص واحد بقيمة مطلقة تعطينا آلا واحد صفر تسمى صفر تطيح لنا هي النقطة صفر اللي هي او طاحت لنا هي النقطة ذكروها مليح خلاص أنا قلنا اف لصفر هي صفر، أه اللي هي هذا هو اللي طرحت لنا الدالة الفردية منحناها البياني متناظر بالنسبة إلى محور تراتي آه. إلى المبدأ أو، خلاص كملنا مع نقطة الإنعطاف، آه. الآن هنايا راه كاين سؤال يخص نسيناه اسمحوا لي. سمحوا لي بك ولادي اسمحوا لي هنا نسينا سؤال قبل خامسا نزيدوه هنا ثم ثاني نزيدوه لان سؤال نسيته آه اللي هو اكتب معادله المماس تي شوفوا انا قلت هنا نرسمه وهنا نسيته سبحان الله الله غالب اكتب معادله المماس تي عند النقطه او زيدوه هنا هنا في خامسة وراه الله غالب زيدوه معكم ولدي صح إذا معادلة المماس معادلة المماس تي هي إي يساوي لنا إف فتحة لصفر في إكس ناقص صفر زائد إف لصفر إف لصفر أنا حاسبينها هي صفر اف فتحه لصفر نحسبوها صفر صفر تولينا اثنين في اثنين شحال ربعة ثلاثة في ناقص واحد تعطينا ناقص ثلاثة سما يصبح لي اي ناقص ها ربعة على ناقص ثلاثة في اكس يعني يصبح لي معادلة الممس تاعي اي ناقص ربعة على ثلاثة عفوا على ثلاثة اكس هذه معادلة الممس اسمحوا السؤال شوفوا هنا راني دايرو وهنا سيتو. لا اله الا محمد رسول الله اذا بعد ما انهينا الان من سؤال تاع معادله النماس نروحو الان الى بين ان سي اف يقطع اكس اكس فتحه في ثلاث نقاط شكون هما النقاط هذو ا والاو والبي البرهان ان سي اف يقطع ماذا يقطع اكس إكس فتحة في ثلاث نقط الأولى نقول لدينا أن إف لصفر تساوي لنا صفر أي سي إف يقطع إكس إكس فتحة في المبدأ o. أو أي ليكم أو صفر إف لصفر هذه الأولى قد لنا درك أ و ب لكن قال لي أ فاصلتها ألفا حيث ألفا محصور بين واحد فاصل ست في واحد تسعة وواحد فاصل ثمانية هنا مبرهنة القيم المتوسطة ألفا راه جاي هنا هنايا ولادي نقول بما أن هكذا بما أن إف مستمرة ومتزايدة تماما على المجال تاعنا واحد فاصل ثمانية واحد فاصل و اف لي واحد فاصل ثمانية يساوي و اف لي واحد فاصل تسعة يساوي هنا راح ناقص صفر فاصل وهنايا في الاخرى اذا قلت راح نعم اه اذا لما نحسبو قلت راح ينصيبه. نعم 0.1 والاخرى ناقص 0.05 صفر صفر اذا سمى خرجت لنا وحده موجبه وحده سالبه سمى اف ل 1.8 ضرب اف ل 1.9 اقل من الصفر حسب مبرهنه القيم المتوسطه فان المعادله اف ل اكس تساوي الصفر تقبل حل وحيد الفا حيث الفا محصور بين واحد ثمانية واحد فاصل تسعة اي سي اف يقطع اكس اكس فتحة في نقطة واحدة ها استاذ قال ثلاثة لا نتحدث على الفا برك واحدة ا فاصلتها الفا محصورة بين واحد فاصل ثمانية واحد فاصل تسعة يعني للنقطة اللي الفاصلة تاعها واحد فاصل ثمانية محصورة بين واحد فاصل ثمانية واحد فاصل تسعة هي نقطة وحيدة في المجال هذا كان نقطة وحيدة تبقى لنا البي البي لاحظوا معايا مليح ثم قلي وبي البيطة بي البيطا راهو راهي جاية من ولادي البيطة راهي جاية من لكن البيطة هذه كيف نعرفوها شوفوا معايا باش مليح التمرين اللي قلت التمرين راهو هايل إذا كان هذا يمثل الفا فاصله الفا والداله تاعي راهي فرديه تكون دائما متناظرة بالنسبه للقيم تاعها متناظرة الى الى الصفر ثم تصبح نهايه وي هذه شكون هي هي ناقص الفا هي نفسها بيتا فهمتوا كيف نقول هكذا بما ان بعد الجواب النموذجي نقول بما ان اف كيف هي فرديه فان ا نظيره ب بالنسبه الى المبدا او اي بيطا يساوينا ناقص الفا فهمتوا درك خلاص الا كانت منا خمسه فتكون من ناقص خمسه اي بيطا يصبح بين ناقص واحد فاصل تسعة وناقص واحد فاصل ثمانية على أستاذ أن الأعداد السالبة تجي معكوسة في الترتيب هذه بين واحد فاصل ثمانية وواحد فاصل تسعة كين عاودوا نعكسهم لنا بين ناقص واحد فاصل تسعة وناقص واحد فاصل ثمانية هذا هو الجواب فهمتوا ذلك الفكرة؟ أني قلت التمرين راهو فيه أفكار جد رائعة بعد ما أنهينا خلاص مع الثلاث نقط هذا إذا الأولى الأو الدوزيام الأ بمباراة قيم متوسطة والتروازيام استغلينا الدالة الفردية نجو الآن إلى السؤال اللي بعده اللي هو قال لي أرسم الرسم عادي ولادي الأولى نروحو ولا نرسمو أولا معلم ثم بعدها نكمل الحساب خلاص إذا هنا الآن المعلم عندنا كذلك نرسم المستقيمات المقاربة شحال عندنا؟ عندنا ثلاثة عندنا زوج شاقولية اللي هو ذو المعادلة x يساوي لنا واحد ها هو الأول الثاني x يساوي لنا ناقص واحد ثاني والثالث ذو المعادلة y يساوي لنا اثنين على ثلاثة x هذا نقدر نستعمله الجدول المساعد صفر مع صفر أنوصيكم هنا باتوا لكم ثلاثة عوضوا بالثلاثة بتصبح لكم هكا اثنين على ثلاثة في ثلاثة تروح هذه مع هذه تولي لكم اثنين إذا صفر مع صفر واثنين مع من آه ثلاثة مع اثنين ثلاثة هاي ثلاثة مع اثنين جينا هنا ونربط بيناتهم هاي ليكم هكذا هذا اللي هو قلنا دالتا ذو المعادلة ي يساوي لنا إثنين على ثلاثة إكس، نروح الآن وراها نرسمو تي ها هو تي، كذلك تي نروحو نستعملو جدول المساعد، حنا علما نحسبنا معادلة تي عند صفر. صح صفر هو صفر نعوضه بالثلاثة نعوض هنا بالثلاثة وهنا بتروح هذه تعطينا ناقص ربعة إذا صفر مع صفر والثلاثة مع ناقص ربعة يجينا هنا سما راح يجينا هك هاولكم كيفاش يجي ونكتب هنا تي ذو المعادلة ي يساوي ناقص ثلاثة عفوا على أربعة إكس هكذا على هدرتهم لأن بعد نحتاجون في المناقشة الآن نجو إلى كذلك نقطة الانعطاف اللي هي الصفر هاي وين عنا هذه النقطة أو النقطة أ ذات الفاصلة ألفا بين واحد فاصل ثمانية واحد فاصل تسعة هنايا ا البي هو النظير تاعو يجينا هنا نقطة بي ونبدأ نخدمو دروك لاحظوا معايا هنا نبداو بشوية لأن الكثير لاحظتو كي يجي يرسم ما يعرفش لازم يعرف يترجم ذا هنايا عند النقص ما لا نهاية شوف واحد الكلمة راك عند الناقص ما لا نهاية شوف شتا عندي عند هذا النقص ما عندي دالتا سما هنا راه عند دالتا وعند الزائد ما نهاية واش عندي؟ عندي دالتا سماها هنايا هكا ما الفكرة شفتوا كيفاه؟ ماشي الناقص ما يقصد هذه لا هذا النقص ما لا نهاية هي هذه عندي مستقيم يسموه دالتا سماها هنا راه بالقرب من عند دالتا وعند الزائد ما لا نهاية ماشي هذه هذه عند الزائد ما لا نهاية عندي دالتا سما دركا وبدا يترسم سما راه جاي مع دالتا جاي مع دالتا ويطلع يروح لهذا هاوليك جاي مع دالتا هاو ليكم هكذا هاو طالع مع دالتا ويروح لمن يروح المستقيم ذو المعادلة إكس يساوينا ناقص واحد ها هو الجزء الأول هذا الجزء الأول نروحو <applause> الآن للجزء الثاني الجزء الثالث ومن بعد نروحو الثاني نروحو لذا راه جاي مع الواحد ورايح لدالتا جاي مع الواحد ويروح لدالتا هاوليكم هكذا اما هنا في الوسط راه جاي مع ناقص واحد يلحق نقطة الانعطاف شوفوا معايا هي هكذا عسوا هنا راكم رايحين ديرونا كارثة هنا لازمنا تتم عملية اختراق يعني تجي نقطة واحدة اللي تم فيها عملية الاختراق هكذا شوف اللي خرجوا من هذه البلاصة رسمتها غلط ان المماس يخترق المنحنى ثم وين يروح؟ يجي هكذا ومن بعد يلحق هنا ويعاود يروح للجهة تاع الواحد. هكذا. هذا هو الرسم الصحيح مئة بالمئة. ها وليكم. ونسميه سي اف. علاه انه هو راه مسمي سي اف. هاوليكم منا جمع دلتا وطلع ناقص واحد. منا جمع ناقص واحد وراح هبط مع الواحد. ومنا طلع مع الواحد وراح الدلتا. هذا هو المنحنى الصحيح. بعد ما انهينا الان من هذا جاء السؤال اللي بعده قال لي ناقش بيانين حسب قيم الوسيط الحقيقي ام عدد حلول المعادله اعطونا هذه المعادله لاحظت الكثير منكم اجمع العام راح يخلص الناس ما زال كلمه المناقشه عندي معها مشكل والله عيب اذا كان عندك عام راه عندك نفس المشكل وحنا رانا حاطين الدروس بالتفصيل ما هنا في الكتاب هذا رانا حاطين درس المناقشه هنا بالتفصيل الممل يعني راني شارحو مليح مليح وزد هذا الشيء راني حاطو كامل في اليوتيوب ها هو هنا درس المناقشه البيانيه كما كذلك انا حاطينه في اليوتيوب يعني ماشي الهدف معنا ما عندكش كتاب ولا روح دير درس المناقشه وحل هذا المشكل الى الابد وما تبقاش دائما عندك هاجس انا المناقشه تعرفوا رأي كل عام تجي المناقشه البيانيه هذه اللي راه هنا لنا راه مناقشه واجده حنا المناقشه اللي تجي ديريكت واجده هي اف لي اكس تساوي حاجه اما هذه راه عطيناها لنا فاسده نروحو حنا نصنعوها كيف نصنعوها لازم من هذا العباره لاحظوا معايا نخرج هذه تساوي حاجه المناقشه البيانيه خلاص اذا كملنا مع هذا نجيو لدرس المشكل تاع المناقشه اذا المناقشه عطاونا حنايا يعني اثنين اه ناقص ثلاثة آن في إكس ناقص ثلاثة في آلان إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد بقيمة مطلقة يساوي الصفر أنا عيني راي على وش واش نروح ندير ننشر قبل ننشر الإكس أصبح لنا اثنين إكس ناقص ثلاثة آن إكس ناقص ثلاثة في آلان إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد بالقيمة المطلقة تساوي صفر صحيح أستاذ واش رايكم لو كان نقسم على ثلاثة قاع لأن هذه الآلان ما عندهاش كاع هذه واحدة وقرينا بلي آلان أ على بي يساوي ناقص آلان بي على أ شوفوا ذي كتبة إكس زائد واحد هنا راهي مكتوبة إكس ناقص واحد سما ندور هذه شوفوا كي ندورها ندير هكذا وندير هنا هكذا نقلب كي نقلب هذا الاشاره هذه تبدل اقسم دوك منا على ثلاثه ومنا على ثلاثه ومنا على ثلاثه ولادي هاي خرجت شوف هذا مع هذا يروح وهذا مع هذا يروح وهذا نجيبو الجهه اللي منا شوفوا بالعقل اصبح لي اثنين على ثلاثة اكس زائد ألا قيمه مطلقه ل اكس ناقص 1 على اكس زائد واحد تساوي لنا ام اكس يا والله خرجت هذه شكون هي هي اف لي اكس ام اكس اي والله هي صح ما طبيعه المناقشه قولوا لي في التعليق مناقشه دورانيه وين تنعرفوا بلي دورانيه يكون الوسيط او قيم الوسيط تاعي يهمش ام لوغاريتم ام أسية ام المهم ما يهمش مضروبه في اكس دائما دورانيه دورانيه معناه حاجه تدور ما هي نقطة الدورة؟ شو نوصيكم خير الكلام ما قل ودل؟ حنا نعرفوا بلي كل معادلة مستقيم تكتب على شكل ي يساوي لنا أ زائد بي. إذا كان البي هذا معدوم كما المثال تاعنا هنا البي معدوم، عرفوا بلي دائما نقطة الدوران هي أو. هي أو، إذا كان الزيادة هذه ما هي أو. وخلاص. تسمى النقطة تاعي هي هذا الأو هنا. هنا. ونبدأ. الأولى لازم تعرفوا الدورانية مع من تتعامل. شوفوا نوصيكم اي مستقيم يكتبوا ا اكس زائد بي في الدورهانيه دائما ولادي تتعاملوا مع هذا اللي مضروب في الاكس ثم راح نتعاملوا مع هذا ونتعاملوا مع هذا اولا هكذا كيف هكش معامل التوجيه هكا راهو ناقص ما لا نهايه وهكذا نوصيكم راه زائد ما لا نهايه وهكذا معامل التوجيه راه صفر وهكذا راه صفر اما هكذا وهكذا هو القيم المضروبين في الاكس غادي يعني نعاود نقول جماعة في مناقشه الدورانيه اللي مازال مشكل يروح يشوف الدرس المناقشه الدورانيه نتعامل مع العدد اللي مضروب في الاكس بسم الله نحطه هنا استاذ هنا شحال تكون هنا ناقص ما لا نهايه لكن الناقص بما ان ماهوش عدد ما 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 نناقشوش عنده نميله شوي نميله غير شوي ونشوفه شحال كاين الان ما نحل كثير منكم مجمع يقول لي كاين ثلاثه راه كاينين خمسه واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة شوفوا منا كين دور خمسة 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 حتى له بيرجع وشوف واحد زوج ثلاثة نزيد ندور شوي واحد زوج ثلاثة نزيد ندور شوي واحد زوج ثلاثة يا والله صح نلحق له ترجع واحد نزيد ندور شوي واحد 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 حتى الفوق. سما واش نبدا نقولوا دي؟ ما تخافوا ما والو. ام صغير منين؟ قلعنا من وإحنا نمشو من يعني منا للهنا. صغير على الناقص ربعة على ثلاثة للمعادلة المعادلة شعال خمس حلول. خمس تقاطعات. نجودرك دي من؟ شوفوا منا. شعال واحد، زوج، ثلاثة. واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة حتى نصل له العدد يعني آم من ناقص ربعة على ثلاثة حتى لمن الاثنين على ثلاثة شحال ثلاث حلول يا أستاذ ليه درت هنا مغلق وهنا مفتوح لما يكون مباشرة هنا شحال كاين ثلاثة واحد زوج ثلاثة مغلق كي يكونوا هنا كاين يعني حل واحد سما ما ندوش. منا شوفوا معايا من ذا البلاس. ونكملوا الطريق حتى لزايد ما لا نهايه يعني ام اكبر او يساوي لنا 2 على 3 حلا وحيد كملت المناقشه يا جماعه ربما كاين جماعه مازالوا يستناو كملت المناقشه خلاص هذا مكان من هذه ما تحسبوهاش باسكو ما لا نهايه ندور شوي خمسه 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 حتى لهنا من حتى له ومن بعد منا من ذا البلاص حتى لهنا بصح قبلها كاين ثلاثة ومن بعد عند هذه بالضبط واحد إذا بعدما أنهينا أولادي من سؤال المناقشة البيانية نأتي الآن إلى تاسعا قال لنا باستعمال المكاملة بالتجزئة أحسب إي و جي. كما تعرفوا أولادي هنايا التكامل بالتجزئة عندنا قوانين لازم تكونوا حافظينها اولا التكامل بالتزيين اول يقول يحتاج الى اربع دوال اللي هو التكامل منين من ا من آه لبي اي e في في فتحه تفاضل اكس يساوي لنا اي e في v. هنا مكاش البي, v في هنا ما كاش التكامل من ا آه لبي ناقص تكامل من ا آه لبي اللي هو في في اي فتحه تفاضل اكس هذا هو القانون اللي لازم تكونوا حافظينه لازم اسمع شحال نحتاج قلت من داله اربعه نجي هنايا وندير كيما هكذا شوفوا ولادي اذا قلت هنا اي وهنا آه عفوا وهنا اي فتحه هنا في فتحه وهنا في هكذا الاختيار لازم يكون اختيار دقيق هنا نبداو بالاي دائما الاله ندوها في هنا في مكان الان اكس زائد واحد هنا واش ندي ندي واحد بحيث كي نضرب ذا في ذا يعطينا المطلوب ما هي المشتقه تاع هذه هي واحد على اكس زائد واحد ما هي الداله الاصليه تاع كثير الكثير منكم يقول اكس لا قولو اكس زائد واحد افضل علاه باه من بعد هذه مع هذه تروح تتعلموا اذا الداله الاصليه تاع واحد هي اكس زائد واحد درك نبداو نخدموا عادي ولادي بالقانون اذا تصبح لي اللي هو اي يساوي اللي هو ذا في ذا واش يساوي حسب القانون يساوي اي في في يعني ذا في ذا اللي هو اكس زائد واحد في الان اكس زائد واحد منين من ال بي اللي هو من اثنين لتي ناقص التكامل تاع هذا في ذا شوف ولادي شنو يصرى كي نضرب ذا في ذا هذا مع هذا الشيء صرا يروح أن راه واحد على اكس زائد واحد في اكس زائد واحد يروح تبقى لي واحد تفاضل اكس منين مثنين التي شفتوا كيف ان هذه تراهي تكتب لنا اكس زائد واحد في واحد على اكس زائد واحد هذا مع هذا يروح فهمتوا الخطه هذه الخطة. هي الخطه الان ما هي الداله الاصليه نتاع واحد اكيد هي اكس ما ندوش اكس زائد واحد ندوها دروك هي اكس لنا اكس منين ما اثنين عوض هذه تصبح لي اي هكذا اذا اي يساوي نعوض تصبح لي تي زائد واحد في الان تي زائد واحد نعوضه نعوضو باثنين لما نعوض هنا باثنين شحال ترجع لي ترجع لي ناقص اثنين زائد واحد ثلاثة الان ثلاثة هكذا الان ثلاثة ثم ناقص خلاص كملت مع هذه اذا واش درت هنا عوضت بتي تي زايد واحد في الان تي زايد واحد ونعاود درك ثنين اثنين زايد واحد ثلاثة في الان ثلاثة ناقص درك عوضوا بذي ترجع لنا تي يعني ناقص تي وزيدوا عوضوا بذي عوضوا بالكبير ناقص الصغير هذا تصبح لي تي ناقص اثنين والناقص ترجع لي زايد اثنين هذا شكون هذا اي جي نفس الخطه مباشرة جي صبح يساوي هذا شكون هذا اي جي نديرو هنا ناقص وهنا اكس ناقص وهنا صبح لي اكس ناقص بنفس الخطة وش الصبح اي في في هذا في مباشرة لي هي اكس ناقص واحد في الان اكس ناقص واحد مثنين التي هاوليكم ناقص واش هذا في ذا يروح تبقى لي التكامل تاع من مثنين التي واحد تفاضل اكس كيما درنا هذا في ذا يروح ما هي الدالة الأصلية تاع الواحد أكيد هي اكس منين مثنين التي تصبح لي جي يساوي أيا دروك عوضه بالتي تصبح لي تي ناقص واحد الان عفوا الان تي ناقص واحد ناقص نعوضو دوك باثنين اثنين ناقص واحد هي ث... هي واحد اثنين ناقص واحد هي واحد الان واحد صفر سما كي نعوضو هنا باثنين تعطي صفر ناقص عوضو دوك ناقص تي عوضو تي ناقص اثنين والناقص تصبح لي زايد اثنين هذا هو جي عاودوا الفكره واحدكم يرحم والديكم لاحظتوا هذا هو القانون اللي لازم تخدموا به اللي مازال يعاني رانا دايرين درس التكامل بالتجزئه بالتفصيل مع الامثله ولا اقوى مراجعه في التكامل بالتجزئه يخرج لك 11 مثال انا مسطرهم في اليوتيوب ثم قال لي احسب بالسنتيمتر مربع ان هنا عندي سنتيمتر مساحة الحيز المستوي كلمة حيز معناها حاجة مغلقة المحدد بشكون سي اف ها هو سي اف ودالتا ها هو دالتا والمعادلة تاع المستقيمين إكس يساوي 2 اثنين ها هو هنا إكس هذا واحد وهذا اثنين ها و X يساوي ثلاثة ها هو وين راهي المساحة ولادي عسو تغلطو وتقولو هي هذه لا لا هي هذه هذه هي مساحة حيز كلمة حيز في اللغة العربية هي شيء مغلق محيز يعني محيزين من كل جهة ما هيش هذه إنما هذه لأن الدلطة ها هو هنا الدلطة عسو تغلطو هاي مساحة الحيز ما قلش مع محور الفواصل لو كان جات مع محور الفواصل تجي هذه لكن هو قال لي مع دار المساحة هذه واش تقول القاعدة سبح لي اللي هي مساحة هذه اللي كان سميناها احنا سميناها أ آه. نفرضوا سميناها أ اه. ولا ما يهمش إذا حساب مساحة الحيز أكيد ب سنتيمتر مربع هنا مباشرة ترجع لي المساحة هذه اللي هي التكامل منين قال لي هو منين هذه مثل حدود التكامل من اثنين لثلاثة شوفوا الذي نوصيكم إذا كان شو المساحة كانت فوق المنحنى فوقها دائما نقولوا ي يساوي إذا كانت المساحة تحت المنحنى نقولوا F ناقص إذا المساحة بما أن المنحنى مساحة هذه جاية فوق نقولوا ي ناقص اف لإكس اكس تفاضل اكس هذه هي القاعده اذا كانت المساحه حفظوها كفكره المساحة فوق المنحنى اسم المنحنى هو اللي اسفل اسم يجي هو التالي العباره تاعو اذا كانت المساحه فوق تحت المنحنى يجي اف لإكس اكس يساوي استاذ لو كان عكسه تجي المساحه تاعك سالبه فقط تصبح لنا تساوي واش تساوي لنا تساوي لنا شكون هو اذا من منين من اثنين لثلاثه إيكغيك اللي هي اثنين على ثلاثة إكس ناقص إف إكس ها راهي اللي هي اثنين على ثلاثة إكس ناقص ألان قيمة مطلقة لإكس ناقص واحد على إكس زائد واحد تفاضل إكس هكذا لاحظوا معايا مليح واحد الظاهرة راح انديروها. أولا عندنا هذا مع هذا يروح خلاص شوفوا معي وهذا الناقص يقدر يدخل كي يدخل لهنا يقلب كاع المتباينات تصبح تساوينا تساوي التكامل منين من 2 ل 3 بما ان رانا نتعاملوا ركزوا رانا نتعاملوا في المجال من 2 ل 3 يعني الجهه الموجبه رانا نتعاملوا من عارفوا باللي القيمه المطلقه هذه تروح عادي وما يصرى ولا مشكل هذه هي الظاهره اللي لازم تعرفوها كون رانا نتعاملوا في الجهه السالبه بالك الجهه من الموجبه القيمه المطلقه تتنحى وما يصرى ولا مشكل وندخلوا عليهم ناقص هذا تصبح لي واش الان اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد تفاضل اكس قيمة مطلقة نحات ان رانا في الجهة الموجبة ما يصرا ولا مشكل ما تروح هاي راحت الان هذه واش راح تساوي لنا لاحظوا معايا بشوية ونتعلموا لدي لهذا التمرين اللي بان لنا بسيط لكنه تمرين في افكار جد رائعة اصبح لنا تساوي شتو ساوينا ساوينا التكامل مثنين لثلا عفوا مثنين لثلاثة هنا نجمو نلخصو الان ا على بي تساوينا الان ا ناقص الان بي في الموجب هذا صبح لنا الان عفوا اكس زائد واحد ناقص الان اكس ناقص واحد تفاضل اكس قد درك نزيدو نفركتو يكون عندي الجمع في التكامل يتفركت صبح لنا تساوي أن التكامل اثنين لثلاثة آلان إكس زائد واحد تفاضل إكس ناقص التكامل اثنين لثلاثة آلان إكس ناقص واحد تفاضل إكس ودرك راهو عندنا سؤال واجدين نعوضو فقط ها هونا الإي ها هونا الإي ها هونا الإي هذا شكون هو هذا الإي لكن باه نعوضو نعوضو في مكان التي بشعال نعوضو بالثلاثة باه تتعلمو فقط هذا يمثلكم اي مرة راه لنا اي لكن هنا ما عندناش تي عندنا ثلاثة وهنايا راه يمثل لنا هذا واش راه يمثل لنا جي ها يمثل لنا جي صح اصبحنا مباشرة تساوي نجيو للاي تاعي ها هو وين ولكن نعوضو بالثلاثة قبل لاحظ صبحنا هكذا شوفو معايا مليح هكذا ونبدا اللي هو في مكان الاكس هنا اكيد راح نديرو تي ولا في مكان تي نديرو اكس صبح لي اكس زايد واحد في الان اكس زايد واحد هكذا كامل ناقص ثلاثة الان ثلاثة ناقص تي زائد اثنين هذه منين؟ لاحظوا معايا مليح منين هذه؟ من اثنين لثلاثة ناقص نتاع جي اللي هو تي ناقص واحد في آلان تي ناقص واحد ناقص تي هنا في مكان هذه نديرو إكس عفوا كذلك في مكان الإكس أنا لي نديرو إكس هنا هي إكس هكذا ثم ناقص ثلاثة عفوا ناقص تي ناقص إكس زائد اثنين أستاذ ما فهمتش هذا واش يمثل يمثل لنا لو كان نشوفه هو الإي غير هنا مثلين لتي وهنا يا راه مثلين لثلاثة ها آه. هنا كذلك مثلين لثلاثة وهذا واش راه يمثل راه يمثل لنا جي وليكم خلاص ضرب ما علي إلا أني نعوض فقط نعوض مرة بالثنين آه بالثلاثة ناقص نعوض بالثنين فهمتوا الفكرة ولا مازال هذا واش تعنا ولادي إذا المساحة تاعي صبحت هي هذا هو التفسير هذا يمثل لنا إي من اثنين لثلاثة وذا يمثل لنا جي من اثنين لثلاثة دروك اللي بقى لنا واش هو أننا نبداو نعوضوا فقط هاهم ليكم صح ما ننساش على التالي سنتيمتر مربع صباحنا تساوي لنا المساحه تاعي درك عوضوا بالثلاثه ترجع لنا اربعه الان 4 ناقص 3 الان 3 ناقص آه. ثلاثه ناقص ثلاثه زائد الاخر تعطينا ناقص واحد هذه كي نعوضوا به بعوضنا بالثلاثه ناقص درك نعوضوا بالثنين. ترجع لنا اثنين ترجع لنا هكذا ثلاثه الان ثلاثه ناقص ثلاثة ألان ثلاثة ناقص آه هنا اثنين زائد واحد اثنين ناقص اثنين ناقص زائد اثنين تعطينا صفر هكذا هذه الأولى ناقص قلت عوض بالثلاثة كذلك هنا ثلاثة ناقص واحد تعطينا اثنين ألان اثنين ناقص عوض هنا باثنين ناقص اثنين زائد اثنين تعطينا صفر ناقص درك نعاود نعوض كذلك الان باثنين عوضوا باثنين اثنين ناقص واحد اثنين ناقص واحد تعطي لي هنا صفر هكذا زيدوا عوضوا لهنا درك ترجع لنا اثنين هنا ثلاثة قلنا هك ثلاثة ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص ثلاثة زائد اثنين تعطينا هنا ناقص واحد سمحولي ناقص تعطي لي هنا صفر هذه تروح صفر وهنا تعطينا ناقص اثنين زائد اثنين صفر ونكتب هنا سنتيمتر مربع تخرج هي علاقة كبيرة لكن احنا ما يهمناش لا حبينا من بعد نزيدو نحسبو نزيدو نحسبو كاين اللي يروح وكاين اللي يبقاو المهم هذه هي كيفاش نحسبو المساحة هذه ان شاء الله راكم فهمتو اذا الاصل هنا التمرين راه يبان لنا ساهل لكن صراحة راه تمرين عملاق يعني بالمعنى الكريمة كل الاسئلة تاعو فيها جديد في الاخر ولادي وبناتي إذا عجبكم التمرين خلوا لي تعليق لكم التمرين من هذا النوع ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية وترحم على رحمة الطاهرة مع تحيات أستاذ نور الدين والسلام عليكم